أحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. واحدة من الأيامات قال الوالد ديرو، قال الوالد خصك تعاون معايا نزوج وكذا، قال له ابني الحديث قال من لم يستطع فعليه بالصوم. قال له علاش ما صمتيش وتخلينا هانيين كاملين؟ أنت ضرب فيها التزويجة وقال لي عليكم بالصوم. أنت صمتي أنت حنا بخير كاع ما نجيو أصلا. وشوف شنو قال لابنه، أنا نتزوج الراجل تعاون معاه أنت مخبي على الفلوس، باقي الفلوس محمد الخامس اللي كانت ديك 5 دراهم قد دايرة. وما يبغيش يزوج ابنه، واحد قال له با خصك تزوجني، قال له ابني إذا بقات الأزمة هيدا يماك وغنطلقها. واش نطلع الحساب ديالو باش مثلا وشوف اخو البخيل لا ابني اذا قال لك زوجني دابا عندك الفلوس نوض زوج وتعاون معاه وقول له سكينه صلحه وبيض وكذا علاش زمن الفتن دابا فهمتي زمن الفتن هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البعثه فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج اغض وباش يغض البصر غض البصر يكون ان الزوج يتزين لزوجته وهو كذلك هذا الامر هذا ما كيهضروا عليه دروس ما كيهضروا عليه المشايخ ديالنا ولا الفقهاء ولا عندنا عيب وحرام ما نهضروش عليه انه يقول للزوجه بان ينبغي للزوجه ان تتزين لزوجها ويقول للزوج ينبغي للزوج ان يتزين لزوجته هذه احنا ما عندناش وعندنا حتى الثقافه ديالنا دابا احنا البلاد دابا اللي كنعيشوا احنا العرب او قلت في المغرب حكارين على النساء الوالدين ديالنا تعذبوا الحقره والتعذب الا من رحم الله شي واحد مصيصط وصافي ما قدرش اما الوالدين ديالنا الوالدين نسال على الوالدات ديالنا حنا الامهات كلاو الدم الى يومنا هذا شخص يما تقول لها كيفاش جازوا لي اقول لك كيفاش تعذبنا مع باك وكان عصابي وكذا الا اذا كان شي واحد مسكين مدروش من عند الله هكذا طبيعه مفورماطي من الاول بانه درويش اما الاغلبيه كانوا يسيئون الى المراه وهادشي هذا باقي لابد فينا لدابا اخو نقول للمراه البس عليك وكذا في الدار وهذه تسكسف وهو ما يلبسش وقلت له شحال مره اخو يجلس في الشارع ويبقى يشوف في الزنقه علاش كتشوف في الزنقه وانت الله مزوج لان المراه ما كتلبسش في الدار حتى هي مرطه لا الراجل الله زوجته عام عامين 10 سنين هذه عباده التزين للزوج هذه قربه لادخال السرور عليه وباش ما يشوفش في الزنقه حنا رجعنا شي لا حنا عندنا المرأة في الدار راهي مريشة خاي أحمد الميكانيكو في الدار يدخل للدار تقول دخل عندك ويدر الشعر ديالها مريش والريحة ديال البصر ولابسة واحد الكاميسون 40 درهم فيه اللي خيا الطابع باش يصيبو شري شي حاجة جديدة شي بيجامة مزيونة لا قال لك هذا عاد الدار وكيف زعما عاد الدار هذا اللي ماجي لوحة شجرة كرسي راه بنادم تشوفك باللباس مزيان وهو كذلك عاود يلبس لا هو يلوم ليلة ويقول لك لا ما كتلبسليش وهذا الشيء أنا كنقولو شحال من مرة واش اخويا عبد الله مزوج الدار ديالو هادي هو عنده راس مارسيلو هنا وما يقول له فرحان يقول لك هذا شعر دو خلوق زعما من خلوق ما حسنه غيشارك به في المونديال نوض المنتو نوض الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي فوتي 40 يوم هو عنده 40 عام هنا واش هي امور كثيره نوض سكسف وكذا وهذه واش فهمتي وشحال واحد يقول لك المراه ما كديهاش فيا وكذا وكاين مشاكل شحال واحد خصها تبوس الراجل ديالها ما قدراش علاش موسوس غايقول لك عرفت تبوس هاد المسخوطه هذيك وزاد وانت يبوسك واحد لا ما يبوسك شي واحد ما تبوسوش يقول المراه ديالي ما كتبوسش تبوسو يبدا يقول لك العراف واش غادي نعملو معاك انت او تجبر الشلاغ فوق دوك مقدر من ضربه مي غايبوسك انت يا صاحبي ما انت انت عندك الكرسي فوق دوك ماشي سكسيف وهادي وضرب وشلي ما تخافين وهادي ومسائل وكل تقليد الخوخ حتى بنادم بدا جايبو سكي يكون فيه ما يتباس هادشي عادي هادشي عادي هذا وشحال من واحد كتجبرو زوج وماشي بديك الملابس الداخلية اللي كتعدو ميكان في الداخلي كيقرا ولا ميكان كيكون 16 فوق نطرة لا ماشي بهذا الشرط مهري والكومة ديالو مطيحة ماشي بيه للدار الزوال ماشي بيه هاد واش فهمتي ولا ديك عفوا ديك الملابس البوية العسكر ولا ما نعرف داش ولا انت البس وخصوصا دابا لباس ديال الرجال كثار ودال النساء الالوان وكذا حمار وهادي وسكسيف وكلبس حتى انت وهاديك وحلاق واش وكورونيا ودوش لان ابن عباس فيني قال احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين لي قال انا كنتزين للزوجه ديالي كما كنبغي هي تزين لي واش فهمت لا هو لا هو علاش عنده الثقافه